اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى النهارده جبت لكم معايا ايه. معانا النهارده باربي. شوف شكلها حلو ازاي. النهارده بقى هنعمل لكم فيديو غريب جدا جدا جدا. النهارده هنصمم بنفسنا الاكسسوارز بتاعتها. ايوه هنصمم بنفسنا الاكسسوارز بتاعتها. تعالى بقى نشوف دي عباره عن ايه. نقدر ان احنا نصمم لها الاكسسوارز بتاعتها ازاي، عن مجوهرات وكده. كل اللي هنحتاجه ايه باربي. هنحتاج معانا ايه اللي هو الفريم ده اللي احنا هنحط بقى فيه المجوهرات. هوريكم بقى هنحطها ازاي. معانا بقى الخرز اهو، ده اللي هنحتاجه بقى النهارده عشان نعمل لها بقى عقد ونعمل لها ايه غويشه في ايديها يكون شكلها يكنن. اوكي انتي بقى دلوقتي اول حاجه هنحطها لها، نصمم العقد اللي احنا عايزين نعمله لها. هوريكم دلوقتي هصممه ازاي. اوكي معانا بقى خرز كتير قوي لونه ازرق. شفت شكله حلو ازاي. في واحد تاني دارك بلو اللي هو الغامق، فاحنا هنحط الاول الفاتح بعد كده نحط الغامق اهو. بصوا ده الفاتح وده الغامق. شفت شكله جامد ازاي. يا ترى بقى لما نصمم العقدة هيكون شكله عمل عليها ازاي. ابتدى السيد اصلا انا بصمم المجوهرات بتاعت باربي. اكيد كل اصحابنا لما يشوفوا الموضوع ده هينبهروا، يقولوا ايه ده انتوا ازاي صممتوا العقد بتاع باربي والمجوهرات بتاعتها. طبعا احنا مش هنقول لهم على سر الايه الطريقه. نحط لها بقى العقد كده على رقبتها، فهيكون عايزاه على شكل حرف الفي. الله بصوا بقى حطينا العقد كده وحطينا الخرز الزرقاء كده عشان يديله بقى يديله شكل حلو جدا، عشان لما تلبسه بقى هوريلكوا عليها هتنبهر بيه وهتعجبه قوي قوي قوي. اهو كده بقى عملنا اول عقد باربي، بس طبعا لسه ما نشفش. بصوا زي ما انتم شايفين بيتحركوا يقعوا كده على طول، لازم نسيبه بتاع ساعة عشان خاطر ينشفوا كويس. هنعمله بس حرف الفي كده. احنا كده نجربه ونكبره شوية عشان خاطر يكون على قدها. ونكون كده عملنا العقد. الله نكون كده خلصنا العقد. شفت شكله عامل ازاي. بعد بقى ساعتين نقدر بقى ان احنا نفكه، هيكون نشف ونقدر ان احنا نلزقه فوق بعض، هيكون لازق فنقدر ان احنا ايه نلبسه له على طول. اوكي دلوقتي احنا خلصنا العقد، فاضل لنا بقى ايه الغويشه بتاعتها. هي بصوا دي صغيره ازاي، فاحنا قسناها لها. هنركب لها بقى الاسوره كده باللون الاصفر، فنكون عملنا المجوهرات عملنا لها عقد وعملنا لها اسوره. ترى بقى هيطلعوا عاملين عليها ايه، ده اللي هنشوفه بقى مع بعض في اخر الفيديو. اهو بصوا بقى حطيتهم، شفتوا شكلهم جامد ازاي. بعد كده هنزود بقى عليه كده ونحط عليه الميه عشان خاطر الميه اللي تخليهم يمسكوا في بعض الكور دي، هي والاسوره. بعد ما حطينا بقى عليه الماده اللي معاهم دي هنستنى ساعه يكونوا نشفوا، بعد كده هجيبها لكم تاني واوريها لكم بقى بعد ما كانوا نشفوا.
ونحط الخرز الزرقاء دي كده، ونكون احنا بقى صممنا المجوهرات بتاعتنا. اصحابنا بقى كلهم هينبهروا يقولنا ايه ده انتوا اللي عاملينها؟ هنقول لهم ايوه. بعد بقى ما السنين شفتوا نشفوا ازاي، ودول كمان بقى نشفوا، نلبسها بقى الباربي ونتفرج عليها. الله، وكده معانا اول ايه اسويره. واو شكلها فعلا جامد جدا. اوكي فضلنا بقى نلبسها دلوقتي ايه العقد. هي بس مش ماسكه شويه على ايديها، ممكن تقع بس مش مشكله، هنحاول ان احنا نزنقها او ممكن نصغرها بقى المره الجايه. بصوا هاي شكل الاسفره على لبسها يجنن. تاني حاجه دلوقتي هنحط لها العقد اللي هو فيه كور كده. الله شفت شكله جامد ازاي، العقد شكله عليها فعلا تحفه. انا عن نفسي عجبتني جدا جدا المجوهرات اللي عملناها الباربي. هي مشكله بس ان هي واقعه سنه ممكن تقع، بس احنا ممكن نمسكها عادي واحنا بنوريها لاصحابنا. قوليلي بقى اصحابي في الكومنتات ايه رايكم في المجوهرات اللي انا عملتها، ولو عندكم افكار مجوهرات تانية قوليلي عشان اعملها لكم فيديو تاني. وقوليلي بقى لو عجبت صحابكم الطريقه اللي انا عملتها ولا لا، وان احنا مصممين المجوهرات بتاعتنا بتاعت باربي بنفسنا. كل الحاجات دي عجبتني قوي قوي قوي. هستنى بقى اصحابي الكومنتات بتاعتكم. بليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العيب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.